خليني أسألك في البداية، إيه الأسباب الرئيسية وراء التغيرات المناخية العميقة جداً اللي بنشوفها حول العالم؟ بص حضرتك، هي التغيرات المناخية هي موجودة من فترة طويلة قوي، وهي تبعيات لأنشطة بتتعمل من فترات طويلة، سواء كانت أنشطة بشرية في الأساس. الحقبة الصناعية اللي مرينا بيها من الدول المتقدمة ومحاولة انتقالها لبعض الدول النامية، التطور السريع جدا التكنولوجي اللي حاصل في بعض الصناعات واللي أدت إلى أن معدلات استخدام الوقود الأحفوري بصورة كبيرة، كل دي أنشطة أدت للارتفاع منسوب الانبعاثات وتركيزاتها في الغلاف الجوي. التغيرات المناخية تبعياتها كلها بنشوفها حاليا، ولسه في ليها تبعيات في الفترة القادمة. هو إيه التبعات الأخطر اللي ممكن تكون مباشرة على الإنسان؟ هقول لسيادتك، دايما الناس لما بتيجي تتكلم عن التغيرات المناخية في بعض المفاهيم بنعتقد ان احنا بنتكلم عن ارتفاع درجات الحرارة فقط، لكن احنا بنتكلم عن كل الأمور المتطرفة في الدراسات البيئية، فيضانات ناتج عن التغيرات المناخية، توزيع الأمطار بعد ما كان في معروف أن الأمطار بتنزل في أماكن معينة بمعدلات معينة بدأ يتغير النمط ويتغير الكميات، وبالتالي هنتنقل لمرحلة جفاف. دي كلها تغيرات مناخية. حرائق الغابات تغيرات مناخية، وما يليها من تبعيات واللي احنا دلوقتي بصددها، ألا وهي جفاف بعض المناطق هيؤدي لهجرة السكان الأصليين لهذه المناطق وانتقالهم لمناطق أخرى. ده هيمثل عبء كبير جدا على الدول، هيمثل عبء كبير جدا على اقتصاد كل الدول النامية في حالة انتقال أو محاولة إيجاد مناطق بديلة تصلح للمعيشة. إلى جانب أن دايما عندنا مبدأ يمكن في كل العلوم مش العلوم البيئية بس، أن كل منطقة وليها الأيديولوجية بتاعتها وليها البيولوجية بتاعتها. ربنا سبحانه وتعالى خلقها في اتزان معين، الإنسان اللي متعود عليها ومستوطن هذه المناطق جهازه المناعي بيستوعب نوع معين من البكتيريا، بيستوعب أنواع معينة من درجات الحرارة، بيستوعب أنواع معينة من درجات معينة من الأمطار وما شابه. عشان كده شفنا أوروبيين بأعداد بيتوفوا خلال موجة الحر اللي فاتت في الصيف، لأنها مختلفة عنهم، يعني مش متعودين عليها، مش طبيعته ولا يحتملها. وفي المقابل هجرة بعض الناس من أماكنهم لأماكن أخرى هو بيمثل هجرة لبعض الأمراض من أماكن لأماكن أخرى، وبالتالي ظهور أمراض غير متوقعة في أماكن غير متوقعة، دي من أكبر التبعيات اللي احنا قلقانين منها في الفترة القادمة. الأوبئة وانتشار الأمراض في أماكن مختلفة، يعني لأن حضرتك ذكرت كمان أنه مناعة الإنسان بتفرق من مكان إلى آخر أو بيئته من حسب البيئة اللي هو جاي منها. خليني أسأل حضرتك عن بعض المحاولات الأوروبية، يعني فرنسا حطت خطة الحزام الأخضر وزرع تقريبا 17 ألف شجرة بحلول 2026، كاليفورنيا أيضا يعني كان لها تجربة متعلقة بعدم بيع السيارات اللي بتستخدم الوقود الأحفوري مرة أخرى. إلى أي مدى هذه تجارب فعالة أصلا في هذا التوقيت تحديدا بعد ما أوروبا عادت مرة أخرى للعمل بالوقود الأحفوري، وهو يمكن ضد كل السياسات اللي اتخذت في مؤتمرات أو المناخ تحديدا في السنوات الماضية؟ بص سيادتك، المفروض أن اتحطت أجندات لمواجهة التغيرات المناخية من فترات طويلة. الأجندات اللي تم العمل عليها هي محاولة إيجاد بدائل مصاحبة للبيئة أو بدائل صديقة، زي ما بعض المصطلحات اللي بنستخدمها صديقة للبيئة، علشان أبدأ أستخدم الوقود الصديق للبيئة أو أبدأ أستخدم الطاقة الصديقة للبيئة، دي جزء مكلف جدا. فإن أنا أعمل مبادرات زراعة الأشجار هي مبادرة جيدة جدا، لأن أنا بحاول أوجد رئة للكرة الأرضية بعد حرائق غابات البرازيل وبعد حرائق غابات أستراليا الفترة اللي فاتت لما مرينا بيها. دي الرئات بتاعت الكرة الأرضية هي القادرة على أنها تنقي، تعمل عملية تنقية للطبقات الهواء، وتقدر أنها تاخد معدلات ثاني أكسيد الكربون اللي موجودة بكثرة. ده غير كافي مع المعدلات الحالية اللي رجعت تاني بعض الدول الأوروبية نتيجة الظروف اللي حاصلة ونتيجة بعض الأمور السياسية اللي حاصلة، اللي هتضطرها أنها ترجع تستخدم بعض أنواع الفحم الوقود والنفط والوقود الأحفوري الغير صديق للبيئة.
وبالتالي احنا مش بنتكلم دلوقتي في مبادرات بسيطه، احنا محتاجين مجهودات اكبر بكتير من فقط زراعه شجره في دوله. لا، احنا محتاجين ان مجموع الدول، مجموع العالم كله يجتمع على مبادرات تقدر من خلالها نتكاتف ونقوم بها. ليس فقط باريس، ليس فقط برلين، لا، احنا محتاجين كل الدول دي تعمل نفس النشاط مع بعضها في نفس التوقيت علشان نقدر نستعيد عافية الكرة الأرضية بصورة سريعة شوية.